السلام عليكم. في اذر هيباتيك انزيمز ممكن ترفع معانا زي اليوسين امينو بيبتيديز والجلوتاميد دي هيدروجينيز، وده عباره عن ميتوكوندريال سنترولوبيولار انزيمز، وبيترفع اكتر لما يكون في الكحوليك هيباتيتس. الجلوتاثيون اس ترانسبريز، وده انزيمز برضو بس ما بنعملوش كتير بصراحه، وده بيرفع لما يكون في اكيوت ليفر سيل انجري. خلاص، طب احنا عرفنا كده الحاجات اللي هي ليها علاقه بالهيباتيك انجري، وعرفنا ايه الحاجات اللي انا لما اشوف الاي اس تي والاي ال تي رافعين هعرف ايه، وقلت الاي اس تي ده بتاع نيكروزز، الاي ال تي بتاع انفلاميشن، وان الاي اس تي از ليس سبيسيفيك زان الاي ال تي، وان الاي اس تي ممكن يعلى مع الماسكولار ديزيز او مايوكارديال انفاركشن او اي مشاكل خارج الليفر. وخدنا برضو الجي جي تي، وخدنا الالكالين فوسفاتيز، وقلنا دول مور سبيسيفيك للبيلياري سيستم، فلو لقيناهم مرتفعين اكتر من 3 فولز هنقول ان في انترا هيباتيك كوليستيزيس، او في سي كومن بايل داكت اوبستراكشن، او اي حاجه من الحاجات دي كلها. الليفر سينثيتيك فانكشن، الليفر سينثيتيك فانكشن ودي تعتمد على حاجتين، كواجوليشن فاكتور والالبيون واللايبوبروتين. ساعات كتيرة وانت بتقرا الليفر فانكشن كده تلاقي الراجل بعد ما خلصها راح كاتب لك نسبة الالبيول، كتبها لك 3.5، كتبها لك 4، كتبها لك 5، فانت بتشوفها عشان تشوف السنسيتيف فانكشن بتاعت الليفر، هل مازال هذا الليفر شغال كويس وبيطلع فيتامين كي اللي هو بيحافظ على الكواجوليشن فاكتور والبروثرومبين تايم والبروثرومبين كونسنتريشن والاي ان ار وذين نورمال عشان الليفر شغال كويس وبيطلع فيتامين كي، ولا في مشاكل فيه. وكذلك بالنسبة للقلب. طيب كويس جدا، اللايب بروتين قليلا ما نكون بنفعله. الكواجوليشن فاكتور والكواجوليشن سينسز، الليفر بيصنع كل الكواجوليشن فاكتور تقريبا، بيصنع حاجة اسمها كواجوليشن والانتي ثرومبين 3 وحاجة اسمها سي 1 استريز وبروتين سي اس. مش عايز ادخلكم في حاجات كتيرة، لكن ليكم ان تتصوروا ان كل الكواجوليشن فاكتور يكاد يكونوا بتصنعوا، والانهيبيتور بتوع الكواجوليشن فاكتور، لانه الجسم مش ماشي بس بالكواجوليشن فاكتور، مش ماشي بس بعوامل التجلط، لا عوامل التجلط ومثبطات عوامل التجلط، وفي زي درجة توازن بين الاتنين بحيث ان الدم يمشي بالسيولة دي. نعمة من نعم ربنا لو واحد منهم تلخبط، لو لقينا الانهيبيتور اوف كواجوليشن نقصه او قله، بالتالي هيحصل كواجوليشن ويحصل ثرومبوزس في اماكن مختلفه. عشان كده ساعات كتير نسمع ان العيان الفلاني راح للدكتور العلاني فقال له ايه ده انت عندك بورتال فين ثرومبوزس على الرغم انك مش سيروتيك او في هيباتيك فين ثرومبوزس، فروح اعمل لي بروتين سي او اس، فيروح يعمل بروتين سي او اس فيلاقيهم واطيين. فدي حاجه من الحاجات اللي ممكن تدل على ان هو قد يكون في فعلا مشاكل في الانتي او الانهيبيتور بتوع الكواجوليشن فاكتور. الليفر بيصنع الاثنين، بيصنع الكواجوليشن والانهيبيتور بتوع الكواجوليشن فاكتور. احنا لينا دعوه بمين؟ بالكواجوليشن فاكتور البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم والديس كاربوكسي الديس جاما كاربوكسي بروثرومبين، ودي حاجه من الحاجات اللي بتتصنع. وعلى الرغم ان هو ده حاجه من الحاجات اللي بتتصنع في الليفر، الا انه استخدم كماركر في الفتره الاخيره اللي هو اسمه الديسجاما كاربوكسي بروثرومبين، بس عند الاجانب مش عندنا احنا، ما بنستخدموش عشان سعره غالي شويه، بيستخدم كانديكيتور للاتش سي سي هيباتو سيلولار كارسينوم. خلاص، وخدنا الكواجوليشن فاكتور، وهنا بنحكي في كل واحد منهم، ونقص الانتي ثرومبين 3 ممكن يؤدي الى ثرومبوفيليك كونديشنز زي البورتال في هايبر كواجولابيلتي، وممكن يدخل في اوبستراكشن، وممكن يعمل بورتال فين ثرومبوز، يعمل مشاكل كتيره. احنا مش هنطرق لكل الكلام ده. الالبيومين، واحنا نبقى عارفين ان الهاف لايف بتاعت الالبيومين حوالي 21 يوم، من 18 ل 21 يوم، وده انديكيتور اوف هيباتيك سينسيتيك فانكشن بتاعت الليفر. ولما نلاقيه متلخبط بنقول ان هو عنده كرونيك ليفر ديزيز مش اكيوت ليفر ديزيز، بدليل ان هو عدى عليه 21 يوم والليفر تعبان. السيرم البيوم ده ممكن يتلخبط في حاجات تاني، ممكن يتلخبط لو العيان عنده مشكله في الكدني، لو العيان ده عنده ليفر تيومر، ليفر ابسس، اوتو اميون ديزيز، اي مشاكل جوه الليفر حتى ذات نفسها ممكن تاثر على السنسز بتاع اللايبوبروتين او حتى الالبيومين ذات نفسه.
طيب ايه بقى حكايه الكليرانس؟ انت خلاص قلت لي السينسيتيك فانكشن وحكيت عليها وحكيت لي على الهيباتيك انجري بالقصص بتاعت الليفر انزيمز، وفضل معانا الكليرانس. كنت قلت كلمتين عليه وسكت. لا، الكليرانس يا جماعه اللي هو يتمثل في قدره الليفر على ان هو يتخلص من البيلروبين. ساعات كتير يجي لك عيان ويوريك ليفر فانكشن وتبص تلاقي البيلروبين عالي فيها، فلو البيلروبين عالي بتشوف البيلروبين ده عالي مين، دايركت ولا اندايركت؟ لانه الدايركت ده معناه ان هو في دايركت او باي فيزيك، ده معناه انه ان هو في انترنسيك ليفر ديزيز. لكن الاندايركت لما يرفع ده معناها ان هو في اكسترا هيباتيك كوزز، زي في الناس اللي هم عندهم هيموليسيس وحاجات زي كده. ساعات بنعمل اسسمنت للسيرم بايل اسيد او اندوثايونين جرين تيست، بس ده ما بيتعملش كتير. بروموسالفين تيست مش عايز ادخلكم فيه لان حاجات ادفانسد شويه. في حاجه اسمها دلتا بيلروبين، ده البيلروبين لما يلزق في الدم فتره طويله، زي في الناس اللي هم عندهم دوبن جونسون سندروم وحاجات زي كده. مش هنشغلكم بالكلام ده اكتر من ان احنا نبقى عارفين ان دايركت هايبربيلروبينيميا يعني معناها ان البيلروبين عالي مين لي اكتر من 80%. هي دي الجمله اللي تستوجب ان احنا كلنا نفهمها. يعني ايه؟ حد فاهمها الجمله دي الاول؟ دكاتره، دكتور محمد جمال، كاترة، دكاترة، انتوا معايا؟ معايا يا جماعة؟ معايا دكاترة؟ أنا عايز حد يتجاوب معايا يا جماعة. طب انتوا سامعين؟ الجمله معناها ان احنا عندنا بيلروبين عالي جدا لدرجه يعني البيلروبين ده نفسه زائد في الدم، زائد وجود الاندايركت بيلروبين بيمثل 80% من نسبه البيلروبين الموجوده عندنا. ممتاز، طلعت لي في التحليل يعني. كويس جدا، كويس جدا. يعني كام يا دكتوره؟ اديني مثال. هو بمعنى مثلا يعني الحاجات اللي بتبقى فيها حاجات الهيموليسيس، يعني مثلا من اكتر، يعني هو المفروض ان الدايركت بيلروبين نسبته من 25% تقريبا لحد، لا تاني مش فاكره والله النسب بالظبط ايه، بس هي معناها اللي هو الدايركت، فبالتالي معناها عشان يحول الدايركت. تمام تمام كويس جدا. يعني انا لو عندي مثلا البيلروبين ده يا جماعه 100، لو لقيت الدايركت طلع 20 والاندايركت طلع 80، تمام، فهقول البيلروبين ده عالي، الدايركت طلع 20 والاندايركت طلع 80، فهقول البيلروبين ده عالي مين لي اندايركت. لكن لو لقيت البيلروبين التوتال 100 والدايركت طالع 50 والاندايركت طالع 50، هقول او الدايركت طالع 55 والدايركت والاندايركت طالع 45، هقول البيلروبين عالي مين لي دايركت. يعني الدايركت لو اكتر من 50، اكتر من 50 هيعتبر مين لي دايركت. الاندايركت عشان اقول عليه مين لي اندايركت يبقى لازم يبقى اكتر من 80. وصلت المعلومه دي؟ تمام يا جماعه. وصلت المعلومة دي يا جماعة؟ تمام يا دكتور. يا جماعة معلش لو سمحت تجاوبوا معايا عشان أعرف بس حتى أنا بتكلم فين، ولا معايا مين، الشاشة واضحة ولا مش واضحة، يعني عشان بس أبقى متجاوبين مع بعض. يعني يا إلا كنا يعني كنا سجلناها محاضرة وخلاص، لكن إحنا عايزينكم بس تبقوا معانا. خلاص أنتوا شايفين الشاشة دلوقتي؟ الشاشة واضحة؟ ايوه دكتور واضح. كويس جدا. خلاص يبقى احنا قرينا الكليرانس فانكشن بتاعت الليفر وعرفنا
وعرفنا البيلروبين امتى يبقى عالي، مين لي دايركت ومين لي اندايركت. طيب قلنا لو البيلروبين 50 و50 يبقى باي فيزيك، يبقى المشكله ليفر، تمام، المشكله في الهيباتوسايت ذات نفسها مش عارفه تصنع. كويس جدا. جينا بقى دلوقتي في الايتيولوجيكال فانكشن، ده سؤال تاني حد هيساله لنا، هيقول لنا احنا ممكن نعمل تيستات معينه تقول لنا ان المشكله فين بالظبط في الليفر، بدل ما نقعد احنا تايهين كده طول الوقت ومش عارفين المشكله فين في الليفر. ممكن نعمل ايه الحاجات اللي ممكن نعملها؟ نعمل هيباتيتس سي فيروس انتي بودي، نعمل هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، نعمل هيباتيتس اي فيروس اي جي ام، نعمل هيباتيتس اي فيروس اي جي ام، نعمل سايتوميجالو فيروس او الابشتاين بارا فيروس، كلها دي فيروسات ممكن ترفع الليفر انزيمز وتعمل مشاكل. في مجموعه من الامراض تاني ممكن ما تبقاش فيروسيه، ممكن يبقى في اوتو اميون انتي بودز موجوده، زي في الناس اللي هم عندهم اوتو اميون هيباتيتس او برايمري بيلياري سيروزيس، دي امراض مناعيه جوه الكبد، فيعلى فيها الاي ان اي، يعلى فيها الانتي سموث ماسل، يعلى فيها الحاجات دي كلها. في بعض الامراض زي ما كنت بقول لحضراتكم ميتابوليك زي الويلسون، بنعمل تحليل اسمه سيروبلازمين او حاجه اسمها 24 اور يورينري بروتين يورينري كبر كوليكشن. هيموكروماتوز دي بنشوف فيها ترانسفيرين وبنشوف فيها الليفل بتاع الفيريتين. الالفا 1 انتي تريبسين، ودي بنعمل اسسمنت الليفل بتاع الانتي تريبسين، الفا 1 انتي تريبسين، تمام. في بعض الاحوال بنحتاج ان احنا نعمل حاجه اسمها اميونوجلوبولين اي جي اي جي جي في الاوتو اميون هيباتايتس او اي جي اي، وده بيحصل في الالكوحوليك هيباتايتس اي جي ام، وبيعلى في البرايمري بيلياري سيروس. هننتقل لاخر جزء من المحاضره النهارده وهو الفيرال هيباتايتس، وهنتكلم بشويه بشويش كده. الفيرال هيباتايتس ده ممكن يكون حاجه من اتنين، يا اما اكيوت فيرال هيباتايتس، ومعنى اكيوت معناه ان القصه بقى لها اقل من 6 شهور، عيان جاي بنوزيا وفوميتنج ورايت ابر كوادرانت بين، والبلوروبين بتاعه عالي، وعنده جونس وبريورايتس ودارك يورين. اعطيك شويه مواصفات كده، مامته تقول له انها بتقول لك ان هو عنده نوزيا وفوميتنج، ودي اكبر مشكله، ان ساعات كتير العيان عنده فيرال هيباتيتس في المراحل الاولى يبقى بيرجع، بس بيرجع وبيسخن، تمام، لسه جونس ما ظهرش عليه، ويقعد ياخد ادويه معده وياخد حاجات كتير وهو عنده فيرال هيباتيتس، كمان شويه تلاقي عينيه صفرت خالص وكلام من ده، تعمل له سونار تلاقي الليفر كبير هيباتوميجالي، وتلاقي فيه تندر ليفر كمان وكلام من ده، اسمها اكيوت فيرال هيباتايتس. كان سببها بي سي اي، اي فيروس من الفيروسات دي كلها ممكن يعمل، لكن هو السي مشهور اكتر ان هو يعمل كرونيك فورم، رير جدا ان هو يعمل اكيوت، لكن ممكن يعمل، يعني عشان نبقى حاطينها على جنب كده، ممكن السي يعمل اكيوت، لكن الاساس بتاعه هو بيخش كرونيك على طول، زي ما البي ممكن يعمل برضو اكيوت او كرونيك، ممكن يخش كرونيك على طول او ممكن يعمل اكيوت، تمام. طيب الاي بقى ما بيجيش غير اكيوت، ما بيجيش كرونيك خالص. طيب الكرونيك ده بقى له 6 شهور والعيان اسيمبتوماتيك وما عندوش اي حاجه غير شويه فاتيج ولوس اوف ابيتايت واكسترا هيباتيك مانيفيستيشن، ممكن تلاقي شويه ارثرالجيا او سكين ريشز موجوده معاهم. طب ايه الفيروسات اللي ممكن تعمل اكيوت فايرال هيباتايتس؟ هيباتايتس اي، هيباتايتس بي، هيباتايتس سي، وهيباتايتس دي، وهيباتايتس اي، كلها دي ممكن تعمل اكيوت هيباتايتس اي. طب هو بيتنقلوا ازاي؟ ببساطه الايه ده مثلا في كورال ميثود، او في الناس الترافلر لاماكن فيها بانديمكس او انديمكس بالهيباتايتس اي، تمام، زي الهند والحاجات دي كلها مشهورين ان هم عندهم هيباتايتس اي بكميه كبيره جدا، فاول ما حضرتك تروح هناك هوب تاخد العدوى تلاقي نفسك بتكح بت بت بترجع وعندك نوزيا وفوميتنج وكده، وابتدى ايه يظهر عليك صفر، تروح تعمل هيباتايتس اي اي جي ام انتي بودي تلاقي نفسك عندك اكتف هيباتايتس خلاص، تمام. الهيباتايتس اي انتيجين نفس الكلام، بس مشهور برضو هو في كورال، بس مشهور اكتر يحصل في ستات الحوامل، مش عارف ليه، بس هو ايه بيغوى كده ان هو يحصل في ستات الحوامل. المشكله بقى انه لما يحصل لهم بيدخلهم في فلم انتي هيباتايتس وممكن يموتوا كمان. الهيباتايتس سي غالبا ما بيتنقلش غير عن طريق السرنجة او نقل بلاد ترانسفيوجن كميه كبيره، لكن السكس اقل في الترانسميشن بتاعه السي، اذ ما قورنا بالبي كمان شويه هناخده، هنلاقي السكس او السكشوال ميثودز مهمه في البي عن السي. طيب كويس جدا.
طب ما تلمهم لي كده كلهم على بعض عشان احفظهم. الفيروسات دي كلها ار ان ايه باستثناء البي دي ان ايه. الترانسميشن بتاعت الاي والاي بيبقوا فيكو اورال تمام، لكن البي والسي غالبا بيبقى بلط. طيب الانكيوبيشن بيريود حوالي في خلال 14 يوم اسبوعين في الاي والاي، لكن ممكن تاخد شهور وبالذات لو دخل مزمن ولا حاجه في الهيباتيتس سي. الدايجنوز ده نعمل هيباتيتس اي فيروس اي جي ام اللي هو الانتي بودي، يعني ده نعمل السيرفيس انتيجين في البي، نعمل الهيباتيتس سي فيروس انتي بودي او نعمل البي سي ار تمام. في الدي برضو بنعمل نفس الكلام، يا اما نعمل هيباتيتس دي فيروس انتي بودي او نعمل بي سي ار للدي. في الاي بنعمل نفس الكلام، يا اما نعمل اي ار ان اي او نعمل انتي بودي. خلاص البوسيبيليتي ان هم يقلبوا كرونيك، كلهم يقلبوا كرونيك ما عدا الاي، ملوش في الكرونيك. خلاص الفاكسينيشن ممكن تتعطي لكل الناس ما عدا السي والدي، ما حدش متفق ان ليهم فاكسينيشن. الاي عشان مشهور في الصين ان هم عندهم اي كتير، فممكن يدوا الفاكسينيشن وبيهتموا جدا ان هم يدوا الفاكسينيشن بتاعهم. قلنا السيمتومز تاني في الاكيوت فايرال هيباتيتس: لوس اوف ويت، فوميتنج، فاتيج، فيفر، ليفر انلارجمنت، داركنس اوف يورين، بيل ستول، جونز، ستومك بين، دايريا، سيرفايكال ليمفادينوباثي، ممكن يبقى واحده او ما فيش او اي حاجه. كومبليكيشن بتاعتهم ده ممكن تلاقيه بروجريسد لغايه ما دخل في اكيوت ليفر سيلفيلير ما لحقتوش، او كوليستاتيك هيباتيتس، او ممكن تلاقيه دخل في ابلاستيك انيميا، كرونيك ليفر ديزيز وسيروزز بالذات مع الهيباتيتس بي والسي، او ريلابسنج هيباتيتس بعد ما خف رجع تاني. العيانين عندهم اكيوت فايرال هيباتيتس والدور سهل عليهم، مش لازم نحجزهم في المستشفى، بنعالجهم اوت بيشنت، بنقول لهم ريحوا في البيت، ما بنديش انتي فايرال غالبا، ما بنستخدمش انتي فايرال سواء للبي ولا للسي ولا اي حاجه في العيانين الاكيوت. الهيباتوتوكسيك دراج زي ما كانت الدكتوره ندى بتقول من شويه، الباراسيتامول والانتي بايوتكس والسيديتيف والالكحول والانتي مش عارف ايه والحاجات دي كلها نحاول نبعد عنها. نو سبيشال دايت ممكن يستخدم في العيانين دول، سيبهم ياكلوا اكل متوازن. الليكتيف سيرجري لو كان هيعملوا اي عمليات يبوست بونه دلوقتي لغايه ما يتحسنوا. الليفر ترانسبلانتيشن ممكن يبقى انديكيتد لو العيان دخل في اكيوت فالمنانت هيباتايتس. انا خلصت، انتوا فهمتوا حاجه؟ ايوه تمام يا دكتور فهمت. وصلت معلومه حقيقيه؟ ايوه دكتور، ومعظم الكلام ده احنا اخدناه بالفعل، يعني في حاجات اضافيه كده جات لنا. طيب يا رب تكونوا استفدتوا فعلا، وانا سعدت بيكم، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، شكرا يا دكتور. عفوا، سلام.